سيد رجائي، هذا الدعم الذي على تتحدث عنه إذا ما أصبح علانية تدخلا مباشرا أمريكيا معلنا، بالأمس لويد أوستن أكد أن حاملة الطائرات جيرالد فورد ستتوجه إلى في لدعم إسرائيل في الحرب المعلنة الآن، إذا ما أصبح التدخل الأمريكي العسكري معلنا ومباشرا، ما الذي وما هي تداعيات هذا الأمر على المنطقة، على الإقليم، على مسار الحرب؟ نعم، هناك شقين أستاذي الكريم. الشق الأول، الأنظمة العربية عليها دور كبير جدا في مسألة الدفاع ومساندة الشعب الفلسطيني على يعني بسبب ما يحصل الآن من يعني حالة العدوان الكثيف والقتل، قتل المدنيين. الشق الآخر يعني ربما لن تسكت الشعوب العربية الحرة، وستكون هناك نوع من التحول، هناك نوع من الطوفان في شوارع الدول العربية والإسلامية. وأنا لا أستبعد بالمطلق يعني حال حدوث نوع من يعني الطوفان أو الطوفان البشري من شتى الدول العربية تتجه إلى حدود فلسطين المحتلة لتقتحم هذه الحدود ولتشارك. بالمناسبة هذه التقديرات التي أتحدث بها أنا أمامكم الآن هي حالة من التخوف عبرت عنها إسرائيل من خلال شعبة الاستخبارات الإسرائيلية في الجيش والنظام الأمني الإسرائيلي، حينما يقول بأنه إذا اتسعت يعني هذه المعركة واللاعبين فيها لربما ستتدخل الشعوب علوة، ويعني ستخالف الأنظمة الحاكمة وستحاول أن تخترق الحدود. وهذا بالمناسبة أستاذي الكريم مما دفع إسرائيل بالأمس في ساعات متأخرة عن الإعلان عن إغلاق الحدود، حدود فلسطين المحتلة من كل الاتجاهات، ولا أقصد هنا مع المملكة العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الأردن وبعض الحدود، وتمكين الحدود وزيادة الأمن على الحدود مع سوريا، وأيضا كثافة الأمن والتحذيرات في منطقة حدود لبنان. كل هذا يدلل بأن بالفعل إسرائيل باتت تخشى من الشعوب العربية ومن دخول يعني عناصر مقاومة أخرى أو جهات أخرى لكي تشارك في هذه المعركة القائمة، والتي لا زالت رحاها تدور وتحقق الكثير من الإنجازات بحق لدى المقاومة الفلسطينية. نقطة أيضا سيد رجائي، هناك الآن معضلة كبيرة تواجهها إسرائيل في مسألة عملية طوفان الأقصى. الأثر الذي تركته هذه العملية ضخم جدا، نراه في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في التعليقات، في ردود الأفعال. إذا ما كانت الحرب التي أطلقتها اليوم إسرائيل تهدف إلى، بحسب ما عبر جالانت، حتى إلى اجتثاث حماس، إنهاء حكم حماس، هل كل هذا القصف الذي يجري على المباني في غزة، إذا ما لم يتحقق هذا الهدف، ألا يعني مباشرة أن الهزيمة لحقت بإسرائيل حتى قبل أن تبدأ الحرب؟ نعم، يعني أنا سأجيبك من حيث يعني تحدث الإعلام العبري بالأمس حينما قال نحن أمام 1000 مقاتل تقريبا، مقاتل فلسطيني من كتائب القسام. وأحد المعلقين رونين بنشاي حينما قال هذا، الخبير العسكري والمراسل العسكري، يقول بأننا يعني أصبحنا منذ ساعات ونحن نقاتل 1000 مقاتل من أبناء القسام، فما بالكم لو كان هذا العدد يتخطى 5000 مقاتل؟ ماذا ستفعل إسرائيل وماذا سيفعل الجيش الإسرائيلي أمام هذه الأعداد؟ يعني هناك اعتراف مبطن لدى الإسرائيليين بأنهم أصبحوا عاجزين في السيطرة على زمام الأمور. وهذا يعني يدفعني بالإجابة إلى سؤالك الكريم، بأنه كثافة العدوان والقصف الإسرائيلي الحربي على الآمنين هنا في قطاع غزة قبل ساعات، وقصف مساجد قبل ساعة من الآن، هذا يدلل على أن إسرائيل عاجزة هناك على الأرض، وأنا أقصد في غلاف مستوطنات غلاف غزة، أنها عاجزة عن حسم المعركة، وأنها تحاول ضرب المدنيين، يعني محاولة منها لاسترداد ماء الوجه الذي استطاعت
المقاومة القسامية أن تمرغها في التراب. وهذا يعني بالمناسبة يعني اعتراف واضح من قبل الإعلام العبري حينما يسرب مقاطع وبعض الأنباء التي تقول بأن يعني المقاتلين لا زالوا يعني يسيطرون على بعض مراكز الشرطة في الزيروت وبعض الأماكن وبعض الشوارع، ويعني أيديهم تقع على رهائن بشرية، وهذا يشكل عجز واضح للسلطات الأمنية الإسرائيلية ووحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي في موضوع السيطرة على هؤلاء المقاومين. بل على العكس، يعني كل المؤشرات والمعطيات توحي لدينا بأن يعني الأمور كلها تسير لصالح المقاتلين القساميين هناك في أرض المعركة. شكرا جزيلا لك سيد رجاء الكركي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. شكرا.